السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، عسى الله أن يسعدكم ويرضى عنكم ويشرح صدوركم ويجمعنا وإياكم في الجنة. أحبابي، سبحان الله، في آية القرآن والله كله مؤثر. الله جل وعلا يقول عن القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا آية تدل على أنك أنت القرار في أعمالك، أنت القرار في اتخاذ كثير من الأعمال. الله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت أبصر بعمرك، أنت تعرف الطريق اللي يوديك الخير والطريق اللي يوديك الشر، تعرف الطريق اللي يقربك من الله والطريق اللي يبعدك من الله جل في علا. أحبابي، مثال لعل مثل ما يقولون بالمثال يتضح المقال. واحد مثلا ساكن في جدة يبغى يقول: يا أخي أنا ودي أروح الحرام، ودي أخذ العمرة، ودي أسلم على الحجر الأسود، ودي أصلي ركعتين في الحجر مثلا، ودي أدخل الكعبة، ودي ودي ودي. شغل سيارته، أبى بنزين، ومسك طريق ينبع، ماسك طريق ينبع، يقول: يا فلان وين رايح؟ قالك بروح مكة. يا فلان طريقك خطأ، رايح ينبع. يقول: يا أخي بروح أخذ عمرة. إيش نقول عنه؟ ناقص عقل، مجنون، غلطان، مخطئ، الطريق خطأ. قال: بسرع، أبى أمشي 200 عشان أوصل بسرعة. يا فلان والله لو تمشي 20,000 والله ما توصل، الطريق خطأ. يا أخي داور داور، أرجع. صح معك سيارة ومعبية بنزين وماشي صح، لكن الطريق اللي أنت فيه خطأ، داور. ترى خط طريق مكة من هنا. كثير من الشباب الآن يقول: يا أخي أنا أبغى السعادة، ويروح في الغوان. يا أخي الطريق خطأ، ما يوصل، والله ما يوصلك. لو تمشي إذا مشي 100,000 ما يوصلك، ما يوصلك، الطريق خطأ. ارجع داور، شوف لك أقرب وتير وارجع. طريق مكة من هنا، طريق السعادة من هنا، طريق الإيمان من هنا، طريق الطمأنينة في طاعة الله، في الاستقامة، في الهداية. الله جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا ضايق، يا مهموم، يا متنكت، يا طفشان، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والله ما أنزل القرآن ولا الله جل وعلا جعل الهداية والصلاة والعبادة إلا ليسعد الله جل وعلا بها قلبك. ترى الله مو في حاجة طاعتنا، الله مو في حاجة صلاتي وصلاتك، ولا في حاجة يعني قراءة القرآن، ولا في حاجة دعائك. والله إن الله ما يحتاجك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يقول الله: يا عبادي،
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا كلام الله، هذا كلام الله. والله عبادتك وطاعتك لا لن تزيد في ملك الله ولن تزيد في عظمة الله، الله عظيم، لكن أنا وأنت محتاجين لله. فالله جل وعلا ما جعل الصلاة وجعل القرآن وجعل الصحبة وجعل الأشياء اللي تعينك على الهداية وتعينك على الإيمان إلا اللي يسعد الله جل وعلا بها قلبك. يقول الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليش يا رب؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله يقول ترى السكينة والطمأنينة والراحة سبب في زيادة الإيمان. طيب إذا كنت أنا أشوف نفسي سبب في زيادة المعاصي، كل يوم أزيد في المعاصي كل يوم، دليل على إيش؟ دليل على قسوة القلب، دليل على ضيق النفس، ضيق القلب. الله جل وعلا يقول أنزل السكينة، فمضاد السكينة وعكس السكينة الطفش والضيق والهم والغم. يا الله، فأعيد وأقول لكم ترى عقلك في راسك، تعرف فراسك، والله جل وعلا قول ذلك يقول بني الإنسان على نفسه بصيرة. أنت أبصر بعمرك وأنت أبصر بعمرك، كل واحد يعرف منه حق الحق ويعرف منه الباطل. إذا كنت ماشي في طريق ما يوصلك للسعادة زي اللي راح ينبع يبغى مكة، زي اللي مثلا في الرياض ماسك طريق الخرج ولا ماسك طريق الجنوب ولا ماسك طريق القصيم يقولك أبغى أروح مكة، ما يوصلك، والله ما يوصل. ارجع دير، روح طريق مكة، طريق مكة معروف، طريق الإيمان معروف، طريق السعادة معروف. فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم وأن يرضى عنكم ووفقنا وإياكم. كثيرين هنا يشوف بعض التعليقات، اللهم اجبر كسر قلوبنا يا رب. أسأل الله جل وعلا أن يسعد كل من يتابعنا، وأسأل الله أن يرضى عن كل من يتابع، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته. يا رب يا رب نسألك رضاك والجنة. اللهم يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا فرجته. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا نفست كربه. يا رب يا رب نسألك رضاك والجنة. اللهم لا تدع فينا ولا بيننا مذنبا إلا غفرت له، ولا تجعل بيننا ولا فينا ضالا إلا هديته. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا مستقيما إلا على الطاعة ثبتته يا رب العالمين. يا ربي نسألك رحمة من رحماتك ترضى بها علينا وتدخلنا بها جنتك. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك ترضى بها علينا وتدخلنا بها جنتك يا رب العالمين. واحد يقول لابد أن يصدق مع الله، الصدق مع الله مطلب. فيها أحد المشايخ مقولة جميلة يقول إذا ما بتخلص في العمل لا تتعب، لابد أن تصدق مع الله، أنت تعمل العمل هذا لله. الله جل وعلا يقول في سورة الإنسان، يقول الله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ ليه ما تبغى الجزاء؟ إنا نخاف من ربنا، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله، فوقاهم الله.
شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزا صبروا جنة وحريرا. الله الله يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هلا داخل اخونا محمد الدوسري. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارحب يا شسير. هذا وقت البث موجيني اخر الليل. الله تراني توي داخل الان ما ادري وش انت فيه وش جوك يا شيخ، ترى انا خربنا جوك. والله ابو ورنيم طبعا من وادي الدواسر اخونا ومن الدعاء المعروفين، نسال الله ان ينفع به. على خط شيخ. تكلمنا ابو رنيم عن ال كلنا على خطوط. تكلمنا عن الطريق. الله يوصلك سالم يا رب. ابو رنيم عشان توضح لك الفكره، تكلمنا عن طريق الهدايه وطريق الاستقامه. يعني مهما مشيت في المعاصي زي اللي مثلا في جده ويبغى مكه ويروح ينبع ما يوصل، والله لو يمشي 160 لو يمشي 220 صح ولا لا؟ لو يمشي 120 160 ترى الصوت يقطع يا شيخ سيف. ما اقول هذا مثال، هو اللي تكلمنا حول المثال هذا. إيه؟ لو واحد الان رايح مثلا يبغى يروح مكه وهو في جده مزبوط، ومسك طريق ينبع وماشي 280 يوصل؟ مستحيل. بيوصل ما بيوصل. مستحيل الطريق خطأ، داور يا أخي وارجع طريق مكة من هنا. فهذا نفس اللي على المعاصي، أغاني ومعاصي وحب وغرام مخدرات، مستحيل يوصل للسعادة، لأن الله جل وعلا كتب السعادة في طاعة سبحانه. والله صحيح هذا كلام. هذا الموضوع اللي تكلمنا عنه، تكلمنا بآيات وتكلمنا بحديث، فإيش رأيك في هذا الكلام؟ والله يا شيخ سيف ما في أحلى من كلام الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يتكلم ترى ما في أحلى منها أنك تتكلم بالقرآن. يعني أنا دخلت عليك ويلا أني سمعت الآية اللي كنت أقراها، فأنا أقول بيض الله وجهك يا شيخ سيف. والله أن يعني الإنسان بالقرآن تصلح حياته. فأنا أقول يا غالي إذا أنت رايح على الخط هذا ما أنت محصل فيه أصلاً لا درب سعادة ولا درب وناسة ولا درب فلة. حتى الشباب معي يشاركوني شيخ سيف عادي. أيوة شيخ سيف. أبو محمد صوتك يقطع شكلك، وصلت منطقة ما فيها شبكة. ايه اقول الشباب ما شاء الله معي هنا في الخط، تشوف يا شيخ سيف ما شاء الله. نعم يا مرحبا. هذا الشباب نعم. ان الان على الطريق يا شيخ. فانا اقول يعني الحديث بالقران هو علاج القلوب. فالله سبحانه وتعالى يخاطب هذا القلب ان ما في سعاده ولا في وناسه الا مع الله، صح ولا لا؟ صح يا شباب. نعم. فنقول يعني ما في وناسه الا مع الله سبحانه وتعالى. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم ايش يا شيخ سيف؟ بذكر الله. بذكر الله. فنقول انت تدور السعاده، والله ما في سعاده لا في معاصي ولا ذنوب، السعاده هي مع الله سبحانه وتعالى. فمعذره يا شيخ سيف، انا دخلت معك وعلى ابراج تعبانه زفت على الخط، لكن باذن الله انا اتواصل معك في وقت لاحق باذن الله يا شيخ سيف. والله شرفتنا، ان شاء الله يوفقك ويسعدك ويرضى عنك. امين. وناصر ان شاء الله دخلت بس طلتك علينا كلام جميل. دعواتكم ناصر بالسلامه يا شيخ سيد. وين رايح ما شاء الله عليك؟ والله طال عمرك طالعين من البر من متجهين من الديره. ما شاء الله متعشين عند حليب النياق. حليب النياق يا شيخ سيد. كثير ترى يقول كثير ترى يقولون محمد الدوسري ايش بالك؟ والله لي شرف. والله لي شرف يا شيخ سيف. والله حبيبي الله يسعدك يرضى عنك. الله يسعدك. بس انا شرفي اخفف الشرف دايم. لا الله يوفقك يا شيخ سيف. لا لقاء باذن الله يا شيخ سيف. الله يحفظك باذن الله. اسال الله ان يوفقك حبيبي. السلام عليكم. ترجع بالسلامة ان شاء الله. ناخذ اتصال من ابو مصعب ماجد دخل برضه، ودنا نخليه يشارك معانا.
ما شاء الله، أسأل الله أن يوفقنا. يا والله دعوات يا أخوان تشرح الصدر، ما شاء الله تعليقات جميلة جدا. أدخل يا ماجد، خلنا الليلة نخليها ليلة. أنا ما عندي واحد ولا طعده. ماجد يقول ما أستطيع. يعني يا ماجد توعد متابعين شوي يجي بث. نخليها بإذن الله. ما شاء الله، إيه ما تقدر تطلع بعض العلوم. الله يعينك على حرم ويعين الحرم عليك. عسى الله أن يوفقنا وإياكم. محروم ما يحتاج يا ماجد، الله يوفقك. هي خلاص الليلة بإذن الله نوعد إن شاء الله متابعين بإذن الله، ما نقول وعد لكن إن شاء الله قدر المستطاع تكون لنا مداخلة ثانية ومشاركة ثانية. أنا والله إني واقف عند محطة، انتظر لي واحد هنا وما قدرت أدق عليه، يعني لازم إني أقفل البث عشان أتصل عليه، وجوال هذا ما من يوم أكلمه لكن ما شبك الخط. فعموما يا إخواني أسأل الله أن يوفقكم ويرضى عنكم ويسعدنا وياكم ويجمعنا وياكم في الجنة. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأبد هذا حساب طيروه على قولتكم. الله يوفقكم، استودعناكم الله.